بسم الله الرحمن الرحيم. بقول طاهر ألف ألف مبروك انتقالك للنادي الأهلي، وبقول للنادي الأهلي مبروك عليكم انتقال طاهر ليكم، لأن فعلا أنتوا بتعرفوا تختاروا اللعيب الكويس اللي يفيد النادي. طاهر لعيب عالي، وأنا أكتر من مرة أشدت بيه بأدائه، اتنقل لمدرسة تانية خالص تحت ضغط جماهيري، تحت ضغط إعلامي، لكن إن شاء الله عندي أمل في ربنا كبير أوي اللي هو يكون على قد المسؤولية. أنا لما توليت المسؤولية لفرقة المقاولين العرب قعدت معاه في أول الموسم، واتكلمت معاه في كل العيوب اللي كانت عنده، كل المميزات اللي عنده، وهو استجاب ليها بصراحة، وعمل معايا فترة إعداد غير طبيعية، وعمل معايا الفترة اللي أنا اشتغلت فيها. يمكن أعتقد تفتكر طار كان جايب جولين ثلاثة في خلال الثمان مباريات اللي أنا كنت فيها، بالرغم إن هو كان في مباراة طرد فيها، ودي هقف عندها برضو بعدين إن شاء الله. لكن يعني كان الفترة دي كان معايا متألق جدا، واديته حريته، واديته ثقة في نفسه جدا. وبعد كده أنا مشيت وطاهر كمل الموسم، وعايز اقول له ان هو اتمنى ان هو ما يقعش في الغلط. في لعيبه كتيره راحت انديه كبيره في مصر وما قدروش يكملوا، هتتعرض لضغوط جماهيريه واعلاميه كبيره جدا، بالذات اللي انت رايح مش صفقه بالسهله، صفقه مدفوعه فيها فلوس وفلوس كتيره، والناس مستنيه منك حاجات كتيره جدا، فلازم تتوقع اللي هيكون فيه نقد وهيكون فيه انتقادات. وبدون ذكر اسماء، في لعيبه في النادي الاهلي حتى الان برضو وقعوا في هذا الفخ، لكن الرياضات مش قادرين يقاوموا هذا الضغط ومقصرين على امكانياتهم، لكن امكانياتهم انا عارف اللي هي اعلى من كده، لكن حته الشخصيه هنا بقى بتبان. لابد من انك انت تتقبل كل انواع الانتقادات واي حاجه اعلاميه او اي انتقادات جماهيريه لازم تتقبلها، بالعكس لازم يبقى عندك الدافع ان انت تبقى احسن. وبعدين ده انا هديك مثال صغير بقى، ده رئيس النادي اللي انت رايح فيه النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، لما كنا بنلعب مع بعض كان في فترات كان بيحصل انتقادات لكابتن محمود الخطيب، لكن بقى هو كان من اللعيبه اللي كان لما كان ينتقد كان بينزل في الملعب بسم الله ما شاء الله، يعني كان بيبقى حاجة تانية خالص، وكانت الناس بترجع بقى بدل ما كان الانتقادات بترجع بجماهيرية أكبر. فهي ده هو ده لعيب الكورة، هو ده لعيب الكورة الشخصية هنا بتبان. طاهر عندك، فاكر لما أنا جيت قعدت معاك قلت لك عصبيتك في الملعب جاية من اندفاعك ومن حبك للفرقه ومن عايز تنجح، فبيأثر على عصبيتك شويه. ويمكن لو تفتكر انا كلمت الوالد مره وجي قعد معايا وقلت له لازم تساعدني في هذه النقطه، لازم طاهر يهدى شويه، فلازم لازم بقى هتقابل في الملعب وهتقابل بره الملعب ضغوط هائله جدا، لازم تبقى ريلاكس جدا، ولازم كل ما انت هتبقى ريلاكس كل ما هتبقى انت عارف الجمهور دي كلها ان شاء الله هتدي وهتدي اكتر. طاهر محمد طاهر عنده ميزة كويسة جدا، لما أنا كنت بشيد بيه كمدير فني طاهر عنده القدرة اللي هو أولا بيلعب في أي مركز من المراكز اللي تحت رأس الحرب، ودي ميزة، يعني بيلعب في الجنب اليمين في الجنب الشمال، وساعات كنت بخليه هنا وهنا بيهرب من الرقابة، وكان في كل مرة كان بيأدي عند تحت رأس الحرب، كورته كويسة. لكن الميزة الجميلة اللي في طاهر اللي هو بيقدر ينقل الفرقة من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية في أسرع وقت. يمكن ده كان كنت بلاحظه لما كنت في الاستعداد التحليلي، كان رمضان صبحي كان بيقوم بالدور ده، كان بينقل فرقة النادي الأهلي من نص ملعبها لنص ملعب الخصم في أسرع وقت، وكان دايما النادي الأهلي متواجد في نص ملعب الخصم بصفة مستمرة بسبب رمضان صبحي. رمضان صبحي لما قعد الفترة بتاعت الإصابة بان أداء النادي الأهلي اختلف بخروج رمضان صبحي. فلما يبقى عندك اثنين ان شاء الله، طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي، في بهذه الميزه اعتقد تبقى دفع هجوميه كويسه قوي وقوه هجوميه كويسه قوي للنادي الاهلي، بيعرف يجيب جون. وانا مش هنسى له الجون اللي جابه في اول مباراه لينا كانت مع الاتحاد في اسكندريه، من الماتشات اللي عملهم الاجوان الجميله اللي فعلا بتبين اللي هو لعيب عالي جدا. بتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، وإن شاء الله بتبقى خطوة دي بقى لمنتخب مصر الأول، وإن شاء الله ربنا يكرمه الاحتراف خارجي على مستوى عالي. وبتمنى النادي الأهلي التوفيق، وبشكر طبعا والده اللي هو كان مدخلني في كل صغيرة وكبيرة في موضوع انتقاله.